أفران الطاقة الشمسية أبيان فكرة ناجحة لشاب تمكن من صناعة فرن يعمل بالطاقة الشمسية بديل مناسب للغاز المنزلي أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي أضواء سهيل وتشاهدون في هذه الحلقة أبيان شاب يخترع فرنا يعمل بالطاقة الشمسية إيمان المنتصر الانتصار على الحرب من بوابة الأعراس الطالح بشبوة مديرية التهميش والنسيان المتعاقبان حضر موت منارة المحضار بتريم تصدعات في جبين التاريخ أحجار الكهرمان زينة متوارثة وعبق فواح في تعز المهرة رغيف منقوص والسلطات في خبر كان اهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد رامي مليح قصه نجاح والهام لشاب في محافظه ابيان تمكن من صناعه فرن يعمل بالطاقه الشمسيه بامكانيات وافكار فرديه بعد عده محاولات تكللت بالنجاح الباهر فكره ناجحه وماثله للعيان وبديل مناسب للغاز المنزلي عاش معها المليح كل وقته واعطاها جهده وعقله ليتكلل المشروع والحلم على هذا القدر من النجاح المختبر والمجرب أفران الطاقة الشمسية باتت اليوم متاحة في أبيان بقليل من التفات السلطات والناس إلى هذا المشروع والاختراع الناجح الذي ولد من رحم معاناة الناس وملاحقاتهم لمادة الغاز المنزلي منذ سنوات التفاصيل في سياق التقرير التالي انتشار يدوي صغير والقليل من الاخشاب هي كل المعدات المتاحه لدى رامي المليح الشاب الذي يعمل على تطبيق التجربه العمليه لصناعه الافران التي تعمل بواسطه الطاقه الشمسيه تجربه كان من المقرر له ان يخضع قبل تطبيقها الى دورات هندسيه مكثفه غير ان الحظ لم يحالفه في الالتحاق بالدوره التدريبيه الا ان ذلك لم يمنعه من العمل في منزله رغم اعتقاده مسبقا بصعوبه تطبيق الفكره، خصوصا وان المعدات اللازمه غير كافيه لديه. كنت على سفر لمصر مشان التدريب هذا تقريبا لمده اسبوع كامل مكثف مع فريق صناع البركه، لكن يعني ما ادري ايش الامور اللي حصلت، يعني ما ما تمكنت اني اسافر معهم. لكن الفكره ظلت في 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 بالي، فكره كبيره جدا بحكم الوضع اللي احنا عايشين فيه يعني ازمه وذا. يعني استمريت اني بدأت اشتغل عليها، مع انها هي تدريبة تقريبا اسبوع مكثف يعني فاهم كل قطعه موجوده فيه انا بالعكس يعني هي الفكره فقط كانت معي بدأت اشتغل حبة حبة يعني ليش هذا الحديد كذا شكله ليش الزجاج هذا موضوع أنا يعني ليش عكس ما تكون مدرب عليه يعني إمكانياتك كاملة خلاص تجي وضعك جاهز مدرب تشتغل أنا لا بدأت فيها من حبة حبة من الصفر نجحت التجربة أخيرا وأنجزت المهمة فمن يصدق أن عدم توفر المعدات لم يعق عمل هذا الشاب ومن يصدق أيضا كيف استطاع وضع المسافات الهندسية وترتيب الزوايا ودراسة خطوط الطول والعرض بصورة متقنة إذ إن حدوث خطأ صغير سيفشل التجربة وستصبح الآلة غير مجدية بدا الشكل الأخير للفرن هكذا واستغرقت المدة الزمنية لنضوج الطعام فيه أربعين دقيقة في أقل تقدير وهي المدة التي تستغرقها الافران العاملة بالغاز. الفكرة هي عبارة عن خزن حرارة يعني يمكن نستفيدها بحكم ان المناطق الساحلية هذه او اي مناطق اخرى يكون مثلا في فترة الصيف او في اي وقت تكون شمس قوي. الفكرة ان هذا يعتبر خزن حرارة يعني استوعاب حرارة بنفس الوقت عن طريق الزجاج عن طريق المرايا الموجودة عليه. يعمل على تخزين الحرارة داخل الفرن نفسه يعني تقريبا توصل درجة الحرارة فيها الى غرابة 150 درجة. نجاح التجربه وتوفر الاله التي ستمكن مستخدميها من الاستغناء عن ماده الغاز ما زالت محصوره على صانعها فقط هكذا يقول رامي فعلى الرغم من محاولته الفرديه في تسويقها الا انها لم تلق اي اقبال من قبل المواطنين في محافظه ابيان نجاح فكره صناعه الفرن الذي يعتمد على الطاقه الشمسيه فكرة ستبدو بديلا جيدا ومناسبا للغاز فيما لو تبنتها الجهات الحكومية، إضافة إلى أنها قد تسهم في إنهاء معاناة المواطنين وأزماتهم المستمرة مع الغاز المنزلي للعام الثامن على التوالي. لبرنامج أضواء سهيل، عبير علي، محافظة أبين. ايمان المنتصر قصه امراه مكافحه انتصرت على واقع النزوح في مارب وقررت خوض غمار المشاريع الصغيره من بوابه الاعراس النسائيه ومستلزماتها المنتصر غامرت في مشروع خدمات الاعراس النسائيه كاول مشروع في مدينه ناشئه كمارب حتى كتب لها النجاح رغم كل الظروف والمعوقات المنتصر تحكي اليوم جانبا من نجاحاتها وقد صارت شابه ملهمه ساهمت في الاخذ بيد عديد من النساء على طريق الانتاج والكفاح والشراكه. المزيد من التفاصيل مع الزميل هادي الحربي. في العام 2017 بدات ايمان المنتصر مشروعها في خدمات العراس النسائيه في مدينه ناشئه كمارب. في مغامرة ومشروع وفر عناء السفر إلى صنعاء لجلب مستلزمات الأعراس النسائية رغم كل الصعوبات والمعوقات. كانت يعني الفكرة من بيني أنا وأختي كاشتراك وتم مناقشة المشروع مع الأسرة وتم قبول المشروع ونزلنا إلى السوق علشان نحنا يعني آه نفتح المحل. آه كانت الصعوبة في ان عدم استيعاب المجتمع في فتح محل للنساء. فكنا كلما نعمل يعني آه نحصل محل كانوا يستغربوا انه النساء فاكثرهم كانوا يرفضوا انهم يأجروا لنساء، يعني كيف انت بتفتحي محل؟ طيب ما فيش اشكالية احنا نشتي يعني نعمل مشروع خاص بالنساء. ويعمل النساء فكانت هذه صعوبة كبيرة يا الله حصلنا محل وجاب لنا الفتحة الأخيرة بحيث أن احنا نكون بعيدين عن الأنظار يعني قال أنت لا نساء ممكن أنت تجلسن في هذا المكان تقبلنا هذا الموضوع وحاولنا أن احنا نجتاسها واستاجرنا المحل رغم يعني استاجرنا مثلنا مثل غيرنا عادات وتقاليد المجتمع التي تحصر عمل المرأة في المنزل فقط ولا تجيز لها العمل في مكان اخر قد تجعل كثيرا من النساء عاجزات عن تحقيق طموحاتهن والانطلاق بمشاريع خدميه مجتمعيه تستطيع المراه من خلالها اعاله اسرتها ومساعده الرجل في مهام الحياه من هذا المحل انطلقت ايمان المنتصر بمشروعها وطورت ذاتها وعملت على تشغيل ايادي نسائية اخرى فوفرت العناء لكل النساء الامر الذي قوبل بالارتياح من قبل الناس هنا وعدم الخوف كون العمل يدار بكادر نسائي. انا اشتغل في البوتيك بوتيك راقية طبعا الحمد لله اني حصلت هذه الوظيفة ليش يعني كامرأة أحس إن هذه الوظيفة يعني مناسبة تماما ليش لأن المرأة يعني تقدر تتعامل مع يعني امرأة ما شغل أقول إن ما فيش رجال يعني فإنما الأغلبية نساء ف أحس إن يعني إن هذا العمل مناسب لل... للأغلبية مش للبعض وأنا أشجع المرأة إنها يعني ما تكون شعالة على نفسها وعلى المجتمع إنها تشتغل بأي بأ وظيفة يعني أو مناسبة لها لأن الشغل يعني مشو حرام ولا عيب أولا المرأة يجب أن تشارك الرجل في العمل وهذا العمل مناسب للمرأة كونه يعني من من صميم عملها ووظيفتها ثانيا تسهيلات العمل مع المرأة في هذا الجانب افضل بكثير من ما تتعامل مع الرجال. مؤسسات وجمعيات في مارب قدمت لايمان واخريات برامج متنوعه في مجال التدريب لاداره المشاريع النسائيه لمساعده النساء في مواجهه ظروف الحياه في ظل الحرب الحوثيه التي القت بظلالها على كاهل المراه اليمنيه وكانت اكثر ضحاياها تضررا. اتمنى من الجهات المانحه ان هي هي تدعم مشاريع تدعم مشاريع اسمها مشاريع السلام فمثل ما تدعم مشاريع السلام اتمنى منهم ان ان يدعموا مشاريع مشاريع اقتصاديه لان السلام هو مرتبط بالاقتصاد اذا استقر الوضع الاقتصادي في اليمن يعني هي من الوسائل يعني من الاشياء المساهمه جدا في يعني في 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 المساعده على تحمل صعوبات الحرب والمعاناه الذي يعانيها الشعب اليمني بشكل عام في جميع انحاء اليمن. في ظل الاعراف المجتمعيه تظل نسبه كبيره من النساء اليمنيات اسيرات العادات والتقاليد لكن ايمان المنتصر تجاوزت هذه الصعوبات ونافست الرجال لتحقيق طموحها الذي اصبح ملهما وحاضرا بقوه. لبرنامج اضواء سهيل هادي الحربي. مناره جامع المحضار بتريم العريقه والاثريه تطالها التشققات وبات التاريخ مهددا بالسقوط والانهيار. استحداثات ورصف في باحه المسجد ادت الى تضرر المناره الممتده لاكثر من قرن من الزمان، مع جدار المسجد العتيق المحيط بها والمحصله تاريخ وارث تراثي مهيب يتشقق ويتصدع بعد ان ظل صامدا كل هذه السنين. المحظار المناره والمسجد المعلمان والشاهدان الابرزان على مدينه المساجد والمآثر الدينيه والاسلاميه معرضان للانهيار. حدث يستدعي التداعي والقيام بما يلزم من الصيانه والتاهيل. لمزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي. مناره جامع المحضار بتريم ظلت شامخه على مر العصور ومعلم صامد امام المتغيرات المناخيه كاطول ماذنه في العالم من الطين تبهر الناظرين بجمال هندستها ودقه بنائها. إلا أن آثار وتداعيات السنين الطويلة أتت عليها من القواعد وتركت تشققات في جدرانها وتصدعت في جوانب لبناتها وأصبحت عرضة للانهيار نظرا للاستحداثات الجانبية حول مسجدها المئذنه حل بها من مرور السيارات الكبيره والكثيره مع وجود احتباس للرصيف ادى الى التصدع في اساسات المسجد وحدوث رسوخ في المئذنه ونحن بدأنا بعد أن رفعنا الحجارة لأن الحجارة وضعتها الدولة فصرنا نطالبهم برفع هذه الحجارة وأخيرا جزاهم الله خير ولب الوكيل والأخ مدير الأوقاف برفع هذه الحجارة وبعد ذلك نحن بدأنا بالعمل بتدريج حتى جفت آثار هذه المياه التي احتبست في المسجد وبدأنا بتغيير أساسات المسجد من الجهة الغربية والآن سنشرع في الجهة للجهة الشمالية ثم في الجهة الجنوبية وهكذا أكثر من قرن وعقد من الزمن ظلت منارة المحضار شامخة في وجه التاريخ وعمق الحضارة الإسلامية في حضرموت موت يقصدها الزائرون من كل أرجاء العالم ومع صمود وشموخ المنارة طيلة كل هذه الفترة الزمنية فلم تحظى بأي اهتمام من المنظمات الدولية المهتمة بالمعالم الأثرية والتاريخية القديمة فظلت تعاصر وتصارع المتغيرات وحيده بمفردها أه لمناره ومأذنه المسجد المحضار اهميه تاريخيه واثريه ومعماريه أه اولا كونها مرتبطه بعدد من الرموز الدينيه والاجتماعيه في حضرموت فمؤسس هذا المسجد هو الامام عمر المحضار من من علام القرن التاسع الهجري وكذلك المئذنه والمناره التي بنيت في القرن الماضي ارتبطت بالعلامه والمؤرخ ابو بكر بن شهاب وكذلك المعلم وال. والبنا عوض سليمان عفيف وكذلك بحكم أن هذه المنارة الآن أصبحت يعني عمرها 110 سنوات فهي تعد من أهم المعالم الأثرية في حضرموت واليمن. فالتشققات التي طالت منارة المحضار أصابت أيضا المسجد الذي يحيط بها فقبل شهر رمضان بدت أعمال الصيانة في أجزاء من اتجاهات المسجد وخاصة في أساساته وملحقات الوضوء والطهارة خلال الفترة الماضية تدخل مكتب الأوقاف والإرشاد بالوادي والصحراء بالتعاون مع السلطة المحلية ومكتب الأشغال في إزالة الحجر الرصف الحجري الذي هو حول المسجد بالكامل مما يساعد على تعريه هذه الارض وتعرض هذه الارض للاشعه مما يساعد على عدم الانحباس الحراري داخل هذه الارض مما يرجع الى الاساسات والاعمده داخل المسجد وداخل المناره. هذه كانت المرحله الاولى وان شاء الله في مرحله قادمه ستتم الان عمل الدراسات الأساسية والمتطلبات الحفاظ على أساسيات المسجد والمنارة بدرجة أساسية مسجد المحضار المعلم الديني الأبرز لمدينة تريم وهو أحد الشواهد التاريخية على قدم المدينة وأماكنها الأثرية ومقصد وجهة الزائرين إلى مدن وادي حضرموت فهل يجد حقه من الاهتمام والصيانه والتاهيل كأحد المآثر الدينيه في العالم الاسلامي؟ ام يترك عرضه للتصدع والانهيار؟ فهم برماده قناه سهيل وادي حضرموت احجار الكهرمان من النفائس التقليديه الخاصه بزينه المرأه التي اشتهرت بلبسها منذ القدم في تعز والذي يدور حولها شيء من الهاله والتبجيل رائحه فواحه والوان جذابه وزاهيه تستخرج من النباتات لها مريدوها وعشاقها خصوصا في مدريات وقرى صبر لها قدرتها على جلب الرزق وامتصاص القلق والتوتر ولها جاذبيتها المضافه كما يسود او يعتقد في مدينة تعز القديمة لها سوقها ورواجها وإقبال الناس عليها بيعا وشراء ارتباط وثيق مع روح هذه المدينة وطقوسها وعطرها. التفاصيل في التقرير التالي. أحجار الكهرمان أحجار لها من الجمال نصيب وتاريخ طويل ما زال حاضرا إلى اليوم في المدينة القديمة بتعز. أحجار الكهرمان التي تستخرج من أشجار الصنوبر وغيرها من النباتات المعمرة بألوان زاهية وأشكال مختلفة اتخذتها النساء قديما وسيلة للزينة حيث تمتاز برائحتها العطرية التي تفوح فور ملامستها للإنسان كما أنها تحظى بإقبال كبير حتى الآن خصوصا في مديريات وقرى جبل صبر كهرمان نادر جدا يقال انه احفوري يتشكل بفعل عوامل الطبيعه الطبيعيه في الغابات المطيره آه كالسمغ كس اشجار الدنتيوكا على شكل السمغ يتكون مع الحراره في الارض ويخرج على شكل الكهرمان الملبوس قمت يقرأت بعض التعديلات الصناعيه الخفيفه عليه لكنه نادر يحتوي على بعض الحشرات فعل الحكورية تتجمد عليه وهو نادر جدا وهذا الذي موجود في اليمن راح قال الكهرمان من النفايس الثمينه التي لا تنتمي للعقيق والمعادن وهذا ما يميزها بحيث يتم استخراجه من اشجار الصنوبر في حضرموت كان يستخدم قديما للزينات المراه خصوصا المراه الصبريه والى الان والى الان ياتي الكثير لشراء الكهرمان في الاسواق يشكل الكهرمان على هيئه بلورات باشكال واحجام متنوعه ثم تطرز هذه البلورات على خيوط تأتي على هيئة عقود تتزين به المرأة أو سبحات تستخدم للاستغفار ويصنع منها أيضا رؤوس الجناب خصوصا في مناطق اليمن الجنوبية لتباع بعدها بأسعار متفاوتة قد تصل بعضها إلى ملايين الريالات وذلك طبقا لاختلاف أنواعها الكهرمان البخور الشيح الأصلي يوجد في مناطق تعز في منطقة صبر وهي النساء كانت عن شكل عقود عده عقود يعني العطار الرائحه العطريه ويمتاز باللون الاصفر، الكهرباء الشيح الممتاز هو الكهرباء الحضرمي اللون البرتقالي وهو من اغلى انواع الكهرمان الاصلي، الكهرمان الاخر يوجد في صنعاء وهو من الدرجه الاولى الذي صناعي في مناطق اوروبا والمانيا والاتحاد السوفيتي كانت تصنع اصفر واحمر ويوجد استخدمت في الملبوسات الرجاليه على شكل جنابي في مناطق لحج ويافع والسلاطين اللي كانوا متواجدين في الجنوب كان السلاطين يلبسوا الجنابير وشين من الكهرمان الاصفر والاحمر والاخضر. لبلورات الكهرمان فوائد روحانيه عده عرفت منذ الازل وظلت متجذره في اعماق عاشقها الى الان كالقدره على امتصاص الطاقه السلبيه والتخلص من التوتر والقلق كما انها تضفي نوعا من الجاذبيه لمرتديها في حين يسود اعتقاد بانها تجلب الحظ الجيد. وتدفع بقوى الشرور المحيطه. تعد احجار الكهرماني من النفائس المتوارثه جيلا بعد جيل وذلك لمدى ارتباط الناس بها كزينه لها ميزتها الجماليه والاستثنائيه. محمد الحاج لاضواء سهيل تعز. في مديريه الطلح بشبوه ثمت مديريه مغيبه ومنسيه من المشاريع والحياه وسلطات متعاقبه. حالت بينها وبين أبجديات العيش والحياة رغم عدم بعدها كثيرا عن عتق المركز والعاصمة في الطلاح لا كهرباء ولا طريق ولا مياه للشرب ولا تعليم ولا صحة للمديرية المعتلة ولا نمط حياة غير هذه البائسة وخارج عهود المدينة والنور والحياة معاناة وبؤس وشيء من السخط وكثير من الشعور بالتجاهل والتغيب والحرمان يحمله مواطنو الطلاح ومطالبات للسلطات بالالتفات لمعاناتهم المدرجة في سلة الإهمال والمهملات من عقود التفاصيل مع تقرير الزميل حسن البريكي وحده السراب هنا يملا المكان ومديريه منسيه من الخدمات والحياه تلوح في الافق البعيد. مديريه التلح بمحافظه شبوه احدى المديريات النائيه والمحرومه من الخدمات تبدو حزينه وموحشه ومقفره فلا كهرباء فيها ولا مياه نظيفه صالحه للشرب. مديريه مديريه نائيه محرومه، محرومه من الطرقات. محرومه من المياه النقية. شفت ولا لا؟ فيه سدود بس ما تنفذت ولا تنفذت مشاريعها صح، وفيه محرومه المديرية من الجوانب الصحيه، فيه مستوصف ومستشفى بنيت وللاسف يعني ما كان الا يعني صيادله ومساعد دكتور ومساعد صحي ولكن لا فيه دكتور لا فيه قابله، يعني اي حاله كرمك الله تعسر يشدونها هلا حضر موت ولا العتق. الجانب التعليمي نفس الحكايه يعني، شفت ولا لا؟ نقص في المدرسين في المديريه. مديرية التلح في طي النسيان فالطريق الواصل إليها غير اسفلتية ووعرة ولم يصل إليها أبناؤها إلا بشق الأنفس حيث يبعد عنها الطريق الأسفلتي نحو 70 كيلو متراً، كما أن الخدمات الصحية والتعليمية شبه منعدمة فيها. الصحة في المستوصف ما نقدر ناخذ العلاجات مرضى كلهم والدكاترة مش موجودين في المستوصف، موجود طبيب من كان على المختبر والمختبر هذا له تقريب 20 سنه ما له صيانه التربيه مش موجوده الثانويه شوفهم الان طلبه الان راح يمتحنون في مديريه عرمه وحد في حضرموت طريق وعره تحتاج الى زفلت وكذلك تعاني هذه المنطقه من المياه عدم قله الامطار لا فيها ابار وانما اعتماد كل الناس على الامطار وكذلك جميع المواطنين ظروفهم صعبه جدا مع غلال الاسعار وغلاء العمله هذا الاهمال للمديرية جعل الاهالي هنا يعيشون حياة قاسية خالية من ابسط مقومات الحياة الكريمة فمن استطاع الهجرة لم يتردد في ذلك فقد هاجر ما يقارب 30% من سكانها اما إلى محافظة حضرموت او عاصمة المحافظة مدينة عتق الطرقات معدومة لا كهرباء لا مياه فنطلب من الجهات المختصة القيام شيء من المشاريع ولو بعضها في ظل هذه الظروف الموجودة بنحو 140 وأربعين كيلومترا لا أكثر. تبعد الطلح المغيبة والمنسية عن عتق عاصمة المحافظة لكن أبنائها يعيشون أوضاعا صعبة وحياة مقلقة وكلهم مناشدات ومطالبات للسلطة المحلية بالتدخل العاجل ومواصلة مشاريع الكهرباء والطرق التي بدأت قبل عامين وتوقفت واختفت حاليا حقيقة لا يخفى على أحد أن هذه المديرية صاحبها كثير من الأهمال في السلطات المتعاقبة ونتطلع مع الاخ المحافظ ان يولي هذه المديريه كل اهتمامه وسبق ان جلسنا جلسات كثيره مع ابناء هذه المديريه والسلطه المحليه وهناك وعود من الاخ المحافظ بنيل حقوقها العادله في السلطه والثروه. من واقع المعاناه ومن جحيم الاهمال والنسيان يامل المواطنون هنا بان تضع السلطه احتياجات واساسيات مديريتهم ضمن اولوياتها. وليس في الأدراج وسلة المهملات حسن البركي لقناة سهيل من محافظة شبوه مخابز في المهره قصه من الجشع والاستغلال مع غياب الرقابه والضبط من قبل المعنيين والاخذ على ايدي الجشعين والمستغلين رفع تسعيره الرغيف دون سبب او سابق انذار الا رغبه وطمعا في الجشع والاستغلال والتاكد من غياب الحسيب والرقيب ضمائر منقوصه تنقص حجم الرغيف وترفع سعره والمستهلك والمواطن يئن ويصرخ دون ان يجد لصوته اثر او لشكواه جدوى. نتابع تقرير الزميل احمد الحرازي. اسر كثيره لا تقوى على شراء الكميات المطلوبه من الرغيف لسد رمق اطفالها في ظل موجه الجشع التي تتضاعف من يوم لاخر من قبل ملاك المخابز على مستوى هذه المدينه التي تحتضن السواد الاعظم من سكان محافظه المهره والنازحين غياب الرقابة على عمل المخابز والسعى من دائرة التلاعب بالأسعار حيث بلغ سعر القرص الروتي الواحد سبعين ريالا في أغلب مخابز مدينة الغيضة بزيادة عشرين ريالا عن السعر السابق الثلاثة الحبات الخبز ب ريال أصل الكيس هذا الخبز الرغيف كم بيجي؟ نسأل يعني من المراقبة أو المسؤولين أن يحاسبوا الناس هذولا على ارتفاع الأسعار الصرف 150 والثلاثة الرغيف ب ريال. يعني في ضمير في انسانيه في إن المسؤولين هذول يتقوا الله وفي التجار ما فيش ما فيش رحمه، رحمه انتزعت حتى من قلوب الناس ارتفعت الرحمه. نسال من الله ان الله يرحمنا ويلتئم المسؤولين هذول يلتئموا المواطن البسيط المسكين. عوده الاسعار نحو الارتفاع بشكل جنوني. رغم استمرار تحسن قيمه العمله المحليه تسبب بمضاعفه معاناه المواطنين خاصه محدوديه الدخل الشهري. ارتفاع في الوقت الذي يتهم فيه هؤلاء السكان ملاك المخابز بالتلاعب باوزان الخبز بصوره لافته نتيجه غياب الجهات الرقابيه. احنا بمحافظه المهره اه نعاني صراحه يعني من الغلاء والمعيشه و... و... والعمله. طبعا العمله غاليه الخمسة المئة يدلك الا سبع حبه خبز وكل شيء غالي صراحه يعني ما فيش ولا حاجه متوفره انا نطالب الصناعة السلطات المحليه وتجاره والصناعه ان تشوف لنا حل بهذا الشيء وتنزل الى السوق بالرقابه عليهم لان صراحه يعني ما استفدنا ولا شيء منهم وكل شيء غالي المعيشه صارت غاليه و نشكر قناة سهيل على توافق هذا وبرنامج هذا اللي نزلت للسوق تتفقد احوال المواطنين. تفعيل دور مكتب الصناعة والتجارة بالمحافظة للقيام بدوره في مراقبة حركة البيع في الاسواق خاصة المخابز هو ما يأمل السكان هنا تحقيقه بصورة عاجلة لتخفيف معاناتهم ولإنقاذهم من هذا الجشع والاستغلال. أحمد الحرازي لبرنامج أضواء سهيل محافظة المهرة مقاهي الإنترنت في تعز واحدة من الملاذات والمتنفسات في ظل الحصار والحرب وواقع الحياة المشلول والمعطل مقاهي تعز لا تزال صامدة وحاضرة رغم تفشي وغزو الهواتف الذكية إلا أنها ظلت تجدد خدماتها لكسر البقاء وراء هجمة التقنية والهواتف الذكية مقاهي تعز جزء من المدينه التي لا تزال تقاوم وتتشبث بكل شيء من اجل الاستعصاء والبقاء. تفاصيل في سياق التقرير التالي. لطالما كانت مقاهي الانترنت في مدينه تعز تحظى بشعبيه كبيره على نحو لافت في الحواضر والقرى مع بدايه القرن الواحد والعشرين كساحه معلوماتيه واسعه لكسب المعرفه وبيئه ترفيهيه يقصدها الاطفال والشباب بشكل مستمر. كانت المقاهي قديما تمثل جوهرة علمية متكاملة وبيئة خصبة لطلبة العلم ولغيرهم كانت وحتى هي بيئة ترفيهية للأطفال من حيث المسلسلات من حيث البرامج للأطفال من حيث التعليم كانت حتى لطلاب العلم كانوا يبحثون بك بكل يسر وبساطة المواد العلمية والمواد الثقافية وكل ما يتعلق بنواحي الحياة مواقع النت المقاهي هي عالم افتراضي بكل حقيقه ونتيجه للتقدم التكنولوجي الذي اتاح للمستخدم الابحار في عالم الانترنت عن طريق شاشات الهواتف الذكيه دون الحاجه الى هذه المقاهي ناهيك عن توفر شبكات لاسلكيه تجعل المستخدمين يعزفون عن ارتياد محلات الانترنت الامر الذي تسبب بتراجع دور المقاهي الا ان بعضها لجات الى ابتكار اساليب وخدمات متنوعه مقاهي الانترنت قل الزبائن الدخول إلى داخل الانترنت وذلك بتواجد التكنولوجيا الحديثة كالشبكات و... والبعض من أصحاب المحلات بندوا بسبب غلاء الكهرباء ولكننا نحن استخدمنا بدائل كالطباعة ابحاث للطلاب والتنسيق بالرغم من الخسائر التي يتكبدها مالكو المقاهي في تعز الا ان البعض منها لا تزال متنفسا يقصدها كثيرون خصوصا في ظل الحصار الخانق الذي ضعف من معاناه الناس ليستمروا في البحث بين هذه الاجهزه عن بصيص حياه تخلو من اصوات المدافع وازيز الرصاص. وسط تنوع بين استخدام الانترنت عبر شرائح الهواتف الذكيه وشبكات الواي فاي. يتناقص عدد مرتادي هذه المقاهي الا انها تبقى متنفسا وملاذا لفئات عده خصوصا فئه الطفوله. محمد الحاج لاضواء سهيل تعز. فاصل ونتابع بعده امراض الكلى الوقايه خير من العلاج. من جديد تداول نشطاء يمنيون تحت هاشتاغ حصار تعز جريمه منددين باستمرار حصار ميليشيا الحوثي لتعز ومراوغتها مؤكدين بان الميليشيات لا تفهم الا لغه الرصاص والمعابر وفي هذا السياق غرد الصحفي رفيق السامعي وحدها عزيمة الأبطال والبندقية من ستفتح الحصار عن تعز وهما الأساس لتنفيذ أي اتفاقات وبكل بنودها وفرض السلام والانتصار لأنهما تمنحاك القوة ولا سواهما وما دونهما مجرد سراب من جانبه غرد الصحفي عبد الله المنيفي التزمت الحكومة اليمنية ببنود الهدنة الأممية تأكيد على نهج الدولة في إحلال السلام ورفع معاناة الشعب وأصرت ميليشيا الحوثي الإيرانية على ممارساتها الإجرامية تأكيد على نهج العصابة الإرهابية التي لا تكترث باليمن ولا شعبه. الناشط عبد المحسن المراني بدوره كتب قائلاً: الحل الميداني وليس في عمان. الجيش الوطني والمقاومة وكل القوى العسكرية قادرة على استعادة العاصمة صنعاء وليس فك الحصار على تعز فقط. تنازلت الحكومة بما فيه الكفاية الآن وقت حسم المعركة. لا جدوى من المفاوضات مع الحوثي فتاريخه مليء بنقض العهود فيما علق الصحفي صالح صالح البيضاني الاصرار الحوثي على عدم فتح المنافذ في تعز يعبر عن الذهنيه الرافضه لفكره التصالح مع الاخر وانعكاس لحاله الحصار الفكري والانزلاق الايديولوجي الذي تعيشه الجماعه الذي تمظهر على شكل حصار بشع تضربه الميليشيات على مدينه يمنيه منذ سبع سنوات. الصحفي عبد السلام القبيسي تفاعل قائلا: نريد فتح كل معابر تعز والا فالحصار الحصار الدموي اشرف لنا من تجزئه القضيه الانسانيه. والكلام الاخير بالمعابر نفتح المعابر. من جهته قال نبيل الاسدي ان اعاده فتح طرقات تعز الرئيسيه لا تتطلب كل هذه المفاوضات. ويجب ان تتم بنفس القدر من السهوله التي تمت بها اجراءات رفع القيود عن مطار صنعاء وموانئ الحديده لولا هذا التواطؤ الاممي الغريب مع الحوثيين بدوره غرد عبد الله المنصوري ندعو الامم المتحده ومبعوثها الخاص الى اليمن هانس غروندبيرغ الى التوقف عن سعيهم لارضاء جماعه الحوثي على حساب اوجاع المدنيين في تعز الإعلامي أحمد المسيبلي تفاعل قائلا وحدة الموقف والبندقية هما الأساس لتنفيذ الاتفاقات بكل بلودها وفرض السلام والانتصار لأنهما تمنحاك القوة والقوة هي الأساس لتحقيق السلام والانتصار فلا سلام أو انتصار دون ما قوة الإعلامي عبد الكريم المدي كتب قائلا عن جهية وحدة الحوثي في مفاوضات فتح المعابر الإنسانية في تعز وقحة تقدم رسالة العالم أن هذه الجماعة لا تؤمن بالسلام ولا تريد حلاً ظهور وفدهم مرتديا للبزات العسكرية في مفاوضات فتح معابر للأطفال والنساء واضحة ولا تحتاج أي جهد للتحليل الصحفي أمين الوائلي من جانبه غرد قائلا لو الأمر أمري لكان الطريق الحمير والبغال التي يقترحها الحوثيون بدلا من فتح الطرقات والمعابر هي درب هروبهم الوحيد من تعز عاجلا غير أجل لو آمن القائد أو لو آمن القادة بالشعب لما قبلوا على شعبهم اهانه من ادعياء واشباه ولا بكبرياء اليمني من ان يستجدوا حق الطريق من قطاع طرق. الاعلامي محمد مصطفى غرد قائلا: مدينه يسكنها اكثر من خمسه ملايين نسمه يعيشون في سجن كبير محاط بميليشيات منزوعه منها الرحمه والانسانيه. وعالم منافق يتفرج لم يحرك ساكن. الحوثي يريد ان يحصل على امتيازات دون ان يقدم ولو خدمه واحده لهذا الشعب المقهور. يجب ايقاف كل تفاوض او هدنه ما لم يطلق سراح تعز. الناشط فيصل الشبيبي علق قائلا مليش الحوثي ترفض فتح الممرات والطرق المعروفه في تعز وتقترح فتح ممر جبلي قديم، عصابه اجراميه لا يمكن ان تلتزم بعهد او ميثاق مهما كان والتجارب معها مريره منذ عشر عاما كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم. الاعلامي عبد الله اسماعيل تفاعل بقول ما يحدث في تعز اقدر واكبر عمليه اختطاف رهائن في التاريخ الميليشيا الحوثيه الارهابيه تختطف سكان مدينه كامله تمارس عليهم التجويع والحصار والقتل والقنص اليومي ثم تساوم على معاناتهم وعذاباتهم في مقابل مكاسبها واستمرار سيطرتها تداول نشطاء فيديو يتحدث عن مراوغه ميليشيا الحوثي فيما يتعلق من حصارها المستمر والمفروض على تعز ويعرض الفيديو تنصل الميليشيات من بنود الهدنه الامميه التي ينص احد بنودها علي رفع الحصار عن تعز نتابع سويا قله شرب الماء والالتهابات وزياده البروتونات وعدم الاهتمام بالنظافه واسباب اخرى كفيله بالحاقك بمراكز الغسيل الكلويه المزدحمه بالمرضى اذا لم تق نفسك اولا باول التفاصيل في فقره وعي أمراض الكلى واحد من الأمراض الشائعة في اليمن وتنتشر بشكل كبير نتيجة غياب الوعي في بلد يفتقر لأبسط المقومات الصحية أسباب تكوين الحصوات في المسالك البولية وأسباب الالتهابات الترسبات الالتهابات أيضاً الالتهاب من الزوجين من أحد الزوجين نقل انتقال الالتهاب من الزوج إلى زوجته عدم شرب الماء بكميات قليلة شرب الماء بكميات قليلة هي أحد الأسباب اللي تكون الحصوات سوء الامتصاص عند الانسان العلاقه وراثيه وخلقية التشوهات الخلقية في مجرى البول سواء كان في الحالب ولا في حوض الكليه هي احد الاسباب التي تكون الحصوات سوء الامتصاص زياده البوتاسيوم الكالسيوم الصوديوم زياده بعض المركبات في جسم الانسان زياده البروتينات مثل اليوريك اسيد بيسموه بالنقرس اذا زاد عند الانسان الذي آه يسمى في المجتمع بالداء الملوك اذا زاد عند الانسان هو بيزيد الى تكوين الحصمات الذي بتسمى اليوريك اسيد فاسباب كثيره سواء كانت وراثيه ولا خلقيه ولا في سوء الامتصاص حسب تحذيرات الاطباء فان السبب الرئيس لانتشار هذا المرض قله شرب الماء وعدم الاكثار منه وتعاطي القات والاكل الملوث وعدم ممارسة الرياضة بشكل يومي وآفات أخرى يسببها الشخص لنفسه أولا شرب الماء بكميات كبيرة لا بد من شرب الماء بكميات كبيرة فشرب الماء بكميات كبيرة له دور كبير في إذابة الحصوات وإذابة الأملاح بشكل كامل اثنين عدم تناول التدخين المشروبات الغازية زيادة بعض مثل زيادة بعض العوامل الغذائية مثل الفاصوليا مثلا زيادة الحليب إذا الشخص عنده زيادة في الكالسيوم شرب أيضا حليب بيؤثر عليه أيضا زيادة بعض مثل البروتينات خاصة الذي بتزود لنا الورك أسيد والذي يسمى بداء الملوك الذي هو البروتين من اللحوم وغيرها لا توجد هناك دراسات علمية تثبت أنه ماء عن ماء يغير أهم شيء أنك تشرب كميات كبيرة من الماء 4 لتر وفوق فيما هناك اسباب خارجه عن اراده الشخص كالحرارات المرتفعه التي ينتج عنها الجفاف التي تصل بالمريض الى الغسيل بعد مرورها بالالتهابات والبروستات الحاده والحصوات في بلد يوجد فيها مراكز محدوده لا تصل الى تلبيه احتياجات المرضى حيث صارت اعدادهم في ازدياد اذا مشاهدينا الكرام الى هنا وصلنا الى ختام حلقتنا لهذا الاسبوع نراكم في حلقه الاسبوع المقبل حتى ذلكم الحين دمتم في رعايه الله والسلام عليكم ورحمه الله